وعن زيارة الرئيس الإيراني لأربيل معنا من هناك مراسل يو تي في مشرق المنصور. أهلا بك مشرق. مشرق، ما هي تفاصيل المباحثات ونتائج زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أربيل؟ تفضل. نعم، قادما من العاصمة بغداد وصل صباح اليوم إلى عاصمة إقليم كردستان أربيل الرئيس الإيراني، ولأول مرة هذه هي أول زيارة لرئيس إيراني إلى إقليم كردستان. وصفها رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بالزيارة التاريخية لأنها أول مرة تحدث، خصوصا أنها تأتي في وقت هناك توترات إقليمية كبيرة على مستوى المنطقة. اجتمع الرئيس الإيراني مع القوى السياسية والحكومية في إقليم كردستان في أربيل، اجتمع مع حكومة إقليم كردستان ومع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ومع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني. أكد خلال هذه اللقاءات والاجتماعات جميعا على ضرورة تقوية العلاقات بين طهران وأربيل وتعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة، تعزيزها أكثر من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى على مستوى السياحة والثقافة وتبادل العلوم. يجب أن ترتفع مستوى العلاقة بين الطرفين، هكذا صرح حرفيا الرئيس الإيراني. بالمقابل فإن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد أن الإقليم لن يكون في يوم من الأيام منطلقا للمس بسيادة وأمن إيران، في إشارة إلى التزام إقليم كردستان بالاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران سابقا وبمشاركة أربيل بإبعاد الأحزاب الإيرانية المعارضة داخل العراق عن الشريط الحدودي العراقي الإيراني وباتجاه العمق العراقي، وبالتالي فإنها لن تكون مصدر تهديد أمني لإيران. هذا ما أكده نيجرفان بارزاني، وأكد أيضا على ضرورة تقوية العلاقات، وكما ذكرت وصف هذه الزيارة بالتاريخية. بطبيعة الحال توجه قبل قليل أيضا الرئيس الإيراني نحو السليمانية لإكمال اجتماعاته مع القوى السياسية في السليمانية أيضا في إقليم كردستان عموما. نعم نعم مشرق، شكرا جزيلا لك.